ستستمع الجمعيات العامة الآن إلى خطاب يلقيه صاحب الفخامة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. أطلب من القائمين على المراسم مرافقة فخامته. إنه لمن دواعي شرفي وسروري أن أرحب بصاحب الفخامة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الديمقراطية الشعبية للجزائر، وأدعو لمخاطبة الجمعية العامة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، معالي السيد رئيس الجمعية العامة، معالي السيد الأمين العام للأمم المتحدة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، السيدات والسادة، في هذه المناسبة يسعدني أن أتوجه بالتحية والتقدير لأصحاب الفخامة والجلالة والسمو قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما يسعدني أن أتوجه بأصدق عبارات التهاني إلى السيد دينيس فرانسيس على توليه رئاسة الدورة، متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه السامية، معربا كذلك عن تقديري لجهود السيد كاسابا كوروسي رئيس الدولة السابقة الدورة السابقة. كما أسدي خالص الشكر وبالغ التقدير لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، مجددا دعم الجزائر لجهوده الحثيثة والجديرة بالثناء لتعزيز دور منظمتنا والنهوض بها بما يستجيب لتطلعات الشعوب. السيد الرئيس، إن في هذه القاعة التي تسع العالم بإسره وبتنوعه واختلافه نطمح إلى أن تترسخ في قناعتنا جميعا بأن الحوار والنقاش بيننا مطلب ملح ناضلت من أجله شعوبنا من أجل عالم التعايش والتعاون والتضامن والمساواة بين الأمم. ومن هنا ناضلت بلادي منذ حوالي 50 سنة خلت، ومن هذا المنبر بالذات، عن مكامن الخلل في النظام الدولي الحالي، ودعت إلى نظام دولي جديد تكون فيه المساواة بين الدول التي تأسست من أجلها منظمة الأمم المتحدة. سيد الرئيس، بلغت النزاعات والأزمات في العالم مستوى غير مسبوق، شردت الملايين من الأشخاص، وحولت العلاقات الدولية من علاقات تعاون وتوافق إلى مواجهة وصدمات، وضعت الهيئات والمؤسسات الدولية على المحك في وقت يشهد فيه العالم حالة طوارئ ضاغطة مناخية وغيرها. وأمام هذه الصراعات الجيوسياسية والأزمات المتعددة، ضعف مجلس الأمن في السنوات الأخيرة في دوره المحوري الذي قامت عليه الأمم المتحدة، والذي لخص ميثاق الأمم المتحدة أهم مقاصده في تحميله مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين، لا سيما
من خلال منع اللجوء إلى القوة وإزالة الأسباب التي تهدد السلم، بالإضافة إلى التسوية السلمية للنزاعات. لقد حان الوقت للتفكير معاً في سبل إعلاء قيم ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتعزيز التزاماتنا الجماعية وإرساء الأسس المتينة التي تفضي إلى المزيد من التعاون العالمي الفعال بشأن القضايا الرئيسية، حتى نتمكن من إشعاع السلم والأمن الدوليين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل عالم متعدد الأقطاب. ومن هذا المنظور، فإن الجزائر التي تتأهب لتبوؤ مقعدها غير دائم بمجلس الأمن تعي ثقة المسؤولية الملقاة على عاتقها بالنظر للتحديات الجمة التي تواجهها المجموعة الدولية. وأغتنم هذه السانحة لأجدد الشكر لكل الدول 184 التي صوتت لصالح بلادي، وهي ثقة ستحرص الجزائر على صونها أثناء عهدتها بالمجلس، وستسعى على تجسيدها بالتعاون الوطيد في مع كافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن وفي هيئة الأمم المتحدة، وتسخير خبرة الجزائر الثرية في مجال الوساطة وتغليب الحلول السياسية والتسوية السلمية للنزاعات. وعمل بهذه الروح، فإن بلادي ستنضم إلى مجلس الأمن حاملة لتطلعات شعوب القارة الإفريقية والعالم العربي، وداعية إلى تجاوز منطق تسيير الأزمات، بل اعتماد مقاربة ترتكز على الحلول النهائية للأزمات من خلال معالجة أسبابها الجذرية. سيد الرئيس، إن أي مسعى لتعزيز العمل الدولي المشترك يقتضي منا الاستجابة للنداءات المتزايدة بصورة إعطاء ديناميكية أكثر للنظام متعدد الأقطاب عبر إصلاح الأجهزة الرئيسية للمنظمة إصلاحاً شاملاً من شأنه أن يجعلها أكثر شفافية، ويحقق التوازن الضروري ما بين الأجهزة الرئيسية، ويكفل التوازن الجغرافي العادل. وعليه فإن تنشيط الدور المركزي للجمعية العامة للأمم المتحدة باعتباره الجهاز الوحيد المعبر بصدق عن تنوع مكونات المجموعة الدولية هو عامل جوهري في تعزيز المساواة بين الدول وتكريس أسس الديمقراطية الحقة، كما أن الدفع بعجلة المفاوضات الدولية الحكومية بشأن إصلاح مجلس الأمن وفق منهج متكامل وشامل ينبغي أن يكون أولوية للمجموعة الدولية، بغية التواصل إلى توافق حول إصلاح حقيقي أكثر تمثيل وشفافية، وهو ما يدعو هنا إلى التأكيد على التزام الجزائر بالموقف الإفريقي الموحد، بما يضع حداً للإجحاف التاريخي في حق القارة الإفريقية. سيد الرئيس، إن الجزائر التي تعي جداً ثمن انتزاع الحرية
لن تتخلى عن مساندة القضايا العادلة ودعم الشعوب المضطهدة التي تكافح من أجل التحرر. ومن هذا منطلق سعت على الدوام إلى دعم القضية الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقوقه غير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 جوان 67 وعاصمتها القدس الشريف طبقاً لقرارات الشرعية الدولية وكتعبير عن موقفها ودعمها لقضية الفلسطينية العادلة. بادرت بلادي نهاية السنة الماضية بإشراف شخصي بعقد مؤتمر للم الشمل من أجل توحيد فصائل فلسطينية تكلل باعتماد إعلان الجزائر. وأود في هذا السياق أن أعرب مجدداً عن تمسكنا بمبادرة السلام العربية كإطار لتسوية القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الذي يعد السبب الجوهري لعدم استقرار منطقة الشرق الأوسط، مهيباً بالضمير الحي للمجتمع الدولي أن يتحمل المسؤولية الأخلاقية والتاريخية من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره واسترجاع حقوقه كاملة غير منقوصة. ومن جهة أخرى أغتنم هذه الفرصة لأدعو محكمة العدل الدولي إلى الاستجابة لطلب الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة المؤرخة في 30 ديسمبر 2022 بإصدار رأيها الاستشاري حول الممارسات التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف، متطلعاً معكم إلى انتصار الحق وإنصاف كفاح الشعب الفلسطيني الذي طالت تضحياته ومعاناته من مظالم الاحتلال. كما أدعو من هذا المنبر مجلس الأمن إلى إصدار قرار يؤكد بموجبه حماية الحل الدولتين التي يحظى بإجماع دولي ووقف الأعمال أحادية الجانب للسلطة القائمة على الاحتلال وعلى رأسها الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع تجديد المطالبة، وألح على ذلك تجديد المطالبة بعقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة فيها. وأكرر، مع تجديد المطالبة بعقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. إننا نعتز بنجاح منظمتنا في إنهاء الاستعمار في العديد من المناطق والأقاليم، ونتطلع إلى الوصول إلى تصفية نهائية لظاهرة الاستعمار مع آخر مستعمرة إفريقية، حيث لا زال الشعب بأكمله في الصحراء الغربية محروماً من حقه الأساسي في تقرير المصير عبر استفتاء حر ونزيه يتوافق مع خطة التسوية الأممية الإفريقية التي اعتمدها مجلس الأمن سنة 1991 ووافق عليها الطرفان والتي تظل تنتظر التطبيق. وفي ظل هذا الواقع وأمام المحاولات الهادفة إلى خلق شرعية من لا شرعية
تقع على الأمم المتحدة مسؤولية صون مصداقية قراراتها مع واجب الإدراك الجماعي بأن دعم التنفيذ الكامل لقراراتها هو حفظ لهيبة هذه المنظمة. وفي هذا الإطار أجدد دعمنا لجهود الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الشخصي في مساعي إعادة بحث مسار المفاوضات المباشرة من أجل تنظيم استفتاء يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي طبقاً لقرارات مجلس الأمن. سيد الرئيس، إن بلادي وهي تتابع باهتمام بالغ الاضطرابات المقلقة في بعض الدول الشقيقة والصديقة، تواصل بذل قصارى جهدها للعمل على إيجاد حلول سلمية وجمع الفرقاء من أجل تقريب المواقف ووجهات النظر. ففيما يتعلق بالوضع في ليبيا الشقيقة، أؤكد هنا دعمنا لجهود الأمم المتحدة الرامية لإيجاد حل سياسي يقوده الليبيون أنفسهم ويمكنهم من الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادة وسلامة أراضيها. أما بخصوص الوضع في مالي، إني أجدد عزم الجزائر التي تتولى رياضة الوساطة الدولية ورئاسة لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مصاري الجزائر على مواصلة جهودها لتجاوز الصعوبات التي يعيشها هذا البلد الشقيق، مع التأكيد مجددا على موقفنا الرافض للجوء إلى القوة لفض النزاعات. بالنسبة لوضع المستجد في الجارة النيجر، فالجزائر تؤكد تمسكها بالعودة إلى النظام الدستوري بالطرق السلمية وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية واحترام متطلبات دولة القانون، وتدعو إلى توخي الحذر أمام نوايا التدخل العسكري الأجنبي لما له من عواقب خطيرة على أمن واستقرار النيجر والمنطقة كلها. وفي نفس الوقت، فإن الوضع الباعث على القلق في السودان يستوقفنا لدعوة كافة الأطراف الشقيقة إلى وقف النزاع وتغليب لغة الحوار، لأنها حالة الاقتتال لإنهاء حالة الاقتتال وما لها من تداعيات على الوضع الإنساني. وبالتأكيد فإن هذه الأوضاع الهشة وغير المستقرة تلقي بدلالها على منطقة الساحل والصحراء التي تعاني من ضعف ومعدلات التنمية وما يشبه المجاعة وانعكاسات التغيرات المناخية، الأمر الذي يزيد من حدة عدم الاستقرار ويغذي الجماعات الإرهابية التي تتخذ من المنطقة ملاذاً لنشاطها الإجرامي. وفي هذا السياق، لا تتوانى الجزائر في دعم الجهود التنموية لدول المنطقة ومشاركة تجربتها في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، حيث قدمت إلى القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المنعقد في مالابو يوم 28 ماي 2022 باعتبارنا
منسقا لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في أفريقيا، وتقريرا عن تطور التهديد الإرهابي في أفريقيا وآليات مكافحته، وهو التقرير الذي يعرض جملة من الآليات العملية لتعزيز مكافحة الإرهاب في أفريقيا، ويشدد على ضرورة وضع قضية مكافحة الإرهاب على رأس أولويات العمل الإفريقي المشترك. وعلى صعيد آخر، ولأن إسهامات الجزائر في جهود الوساطة الدولية لا تنحصر في نطاقها الجغرافي، انخرطت بلادي بصدق في جهود مجموعة الاتصال العربية التي تهدف إلى المساهمة في بعث مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا. سيد الرئيس، بعد مضي أكثر من 8 سنوات على اعتماد برنامج 2030 للتنمية المستدامة وخطة عمل أديس أبيبا، لا تزال العديد من الدول النامية تواجه تحديات تستوجب تضامنا أكثر على المستوى الدولي من أجل عالم أفضل ونموذج اقتصادي فعال وعادل يسمح بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولقد تبنت الجزائر خطة التنمية المستدامة وأدرجتها كأولوية وطنية ضمن كل الاستراتيجيات والبرامج المخططة الحكومية، حيث مكن ذلك من قطع أشواط مهمة جدا وتحقيق نتائج معتبرة في مسار أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في قطاعات التربية، الصحة، البناء، الكهرباء والمياه. وعلى ذكر المياه، فإن بلادي انطلقت ببرنامج تحلية مياه البحر، وسنصل مع نهاية سنة 2024 إلى إنتاج 1,300,000,000 متر مكعب يوميا إن شاء الله. سيد الرئيس، إن بلادي التي حظيت بدعم وثيقة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لنيل العضوية فيها هي طرف في معظم المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وتعمل بكل حرص على تعزيز تعاونها معه ومواصلة تنسيقها مع مختلف هيئات المعاهدات المعنية بحقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدولي الشامل، حيث قدمت بلادي في نوفمبر 2022 تقريرها الوطني الرابع في إطار هذه الآلية. وبلادي تؤمن إيمانا عميقا بأن احترام حقوق الإنسان وترقيتها هو حجر الزاوية لأي نظام سياسي ذي مصداقية، وتعمل على تعزيزها بكل الوسائل الممكنة، وهو إيمان نابع من تمسك الشعب الجزائري بحقوق الإنسان. ويعد التعديل الدستوري في بلادي سنة 2020 إشهاداً على قناعاتنا بضرورة تعزيز الحقوق والحريات، حيث نص صراحة على أنه لا يمكن أبداً المساس بجوهرها، مكرساً في أحكامه المساواة بين كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات، بإزالة العقبات التي تحول دون المشاركة الفعالة للجميع، لا سيما في مجال ترقية حقوق المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً من أجل إدماجها في مناصب المسؤولية، وتحقيق مبدأ المناصفة في
سوق التشغيل وتعزيز دورها في السلم والأمن وترقية مكانتها في مختلف مجالات الحياة على المستوى الوطني والقاري والدولي. وقد تم إعداد مخطط وطني عملي في إطار تنفيذ القرار 1325 الصادر من مجلس الأمن في أكتوبر 2000 تلتزم من خلاله الجزائر بالحرص على ترقية دور المرأة في حل النزاعات والوقاية منها بما يتماشى ومبادئ السياسة الخارجية لبلادنا. كما اعتمدت الجزائر التي تزخر بطاقات شبانية هائلة تتجاوز 70% من سكانها مناهج تمكن من توفير الإطار المؤسسات والوسائل المادية الكفيلة بتنمية قدراتها وإدماج الشباب كقوة محركة في مسارات التنمية المستدامة وعلى كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية. وفي الختام، سنبقى نتطلع إلى عالم يسوده الأمن والازدهار والرفاه الإنساني تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة، فلتكن الإرادة صادقة والعزائم قوية لتحقيق تطلعات شعوبنا المشروعة. شكرا على كرم الإصغاء، والسلام عليكم.